لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الملكة رانيا تبارك للعروسين. الزفاف الملك الأردني يلفت أنظار العالم. عمت أمس الخميس الفرحة على الشعب الأردني وسط تفاعل عربي وعالمي مع الحدث السعيد الذي تكلل بعقد قران ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوى الحسين، فقد احتضن قصر زهران العروسان وكان شاهدا لحضور العائلة الملكية الأردنية وعائلة رجوة، إضافة إلى قادة وشخصيات من دول حول العالم حضروا لمشاركة فرحته. الملكة رانيا العبدالله باركت بعد انتهاء الاحتفال التي استكملت في قصر الحسينية للعروسين، ونشرت عبر حسابها في انستغرام مختارات معبرة من الصور التي وثقت الحدث الكبير لابنها، وكتبت: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. من عقد قران أحلى العرسان حسين ورجوة. وبالعودة إلى أجواء الزفاف، فقد بدأت المراسم عند الرابعة من قصر زهران، حيث استقبل الملك عبدالله والملكة المعازيم من قادة دول العالم ملوك وأمراء، فتركزت متابعات الصحافة العالمية حول اللقاءات والدردشات التي أجرتها العائلة الملكية مع الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، لا سيما الدردشة بين والدة رجوة وزوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن. كما تنبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى شقيقتي الأمير الحسين الأميرتي إيمان وسلمى لمتابعتهما أدق الأمور فيما يخص إطلالة زوجة أخيهما. كما سرق الأنظار شقيق الحسين الأمير هاشم بن عبد الله الثاني الذي رافق رجوة خلال دخولها قصر زهران لمقابلة عريسها وإتمام عقد القران. أما إطلالة العروس التي حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي، فلفتت الأنظار لتمسك الأميرة رجوة بالبساطة في التصميم، فيما وضعت تاج كتب عليه باللغة العربية رجوة من الله. وبعد عقد القران منحت العروس لقب الأميرة رجوة الحسين، إذ نشرت ديوان الملك الأردني على موقعه صدرت الإدارة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله. وبعد إتمام عقد القران استقبل العروسان الضيوف، ثم غادر بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية على متن سيارة كلاسيكية من نوع رينج روفر تعود لجد الأمير الحسين الملك الحسين، حيث كانت السيارة ذات اللون الأبيض مزينة بالعلم الخاص بولي العهد. الإبهار وجمالية التراث الأردني بانت في قصر الحسينية الذي قدم فيها أجمل الرقصات الفلكلورية والدبكات والأهازيج الأردنية والعربية وأغنيات أداها أهم النجوم الأردنيون والعرب، من دون أن يغفل حضور الفنان السعودي محمد عبده والأردني عمر عبد الله الذين زفوا العروسين. مسك ختام الفرح الملكي كان بمأدبة عشاء رسمية أقامها الملك عبد الله والملكة رانيا، ظهرت فيه الجميع بإطلالات رسمية بمن فيهم الملكة رانيا والعروس رجوة التي استكملت إطلالتها بتوقيع المصمم اللبناني العالمي إلي صعب الذي لا يزال اسمه متصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي. مصمم فستان زفاف رجوة آل سيف. سعر فستان الأميرة رجوة آل سيف في زفافها من أكثر ما يرغب معرفته المهتمات في إطلالات العروس، حيث ستكون إطلالة الأميرة رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من أكثر إطلالات العرائس مستقبلا. ويحظى حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين ورجوة آل سيف على اهتمام واسع في وسائل الإعلام العربية والعالمية، وكذلك على تغطيات صحفية من كبار الصحف والمواقع الإخبارية في العالم، ولا سيما مواقع
الموضة والأزياء وبمناسبة زفاف ولي العهد ورجوى ألاسيب، نقدم لكم تغطية خاصة حول من هو اسم المصمم أو الدار التي صممت فستان زفاف رجوى ألاسيب. وحسب مراقبين في الموضة والأزياء طرحت عدة أسماء للمصممين يعتقد أنهم تولوا تصميم فستان زفاف رجوى ألاسيب، ومن بينهم المصمم اللبناني العالمي إيري صعب وزهيرة مراد، وأيضا إحدى مصممي دار كريستيان دور، بجانب المصمم السعودي محمد إشي، خاصة أن العروس السعودية. أكدت مجلة هاربر بازر في نسختها العربية أن مصمم فستان زفاف العروسة رجوى هو إيري صعب، وهو تصميم خاص لها. حتى الآن لا توجد أي تفاصيل حول فستان الأميرة رجوى ألاسيب عروس ولي العهد الأردني، وسوف نوافيكم في التفاصيل في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم. ينشغل الأردن بفعاليات متنوعة احتفالا بزفاف ولي العهد الأمير حسين وخطيبته السعودية رجوى آل سيف في حدث يشبه من حيث متابعته وتداوله عبر الإنترنت احتفالات الأسر المالكة في الغرب، وهو أمر تتفرد به العائلة الملكية الأردنية. يقام الزفاف الملكي غدا الخميس، لكن الاحتفالات بدأت منذ قرابة أسبوع بعروض جوية وألعاب نارية وحفلات غنائية مجانية. وتداول أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من حفل ليلة حناء العروس الأسبوع الماضي، ومن فستان العروس الأبيض الذي حمل عبارة نسجت بخيوط ذهبية، أراك فتحلو لدي الحياة، وهو بيت شعر مقتبس من قصيدة غزل للشاعر التونسي الشهير أبو القاسم الشابي. ينتظر الأردنيون بحماس مراسم أول زفاف ملكي كبير في بلدهم منذ سنوات طويلة، ويحظى العروسان ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأنسة السعودية رجوى آل سيف باهتمام إعلامي كبير نظرا لأهمية هذا الزفاف ورمزيته. وتمزج مراسم حفل الزفاف التقاليد الأردنية بالبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية، وأعلنت الحكومة عطلة رسمية بمناسبة زفاف ولي العهد اعتبارا من الساعة 1 من ظهر يوم الأربعاء 31 أيار وحتى مساء الخميس الأول من يونيو حزيران. سيعقد قران ولي العهد في قصر زهران في العاصمة عمان، ويعد هذا القصر واحدا من أقدم القصور الملكية الأردنية، وقد أقيمت فيه العديد من الأعراس الملكية مثل حفل زفاف والده الملك عبد الله الثاني وجده الراحل الملك الحسين ابن طلال. ثم سينطلق موكب الزفاف في مسار احتفالي من قصر زهران إلى قصر الحسينية غربي عمان، وسيتمكن آلاف الأردنيين والمقيمين من المشاركة في الاحتفال بموكب العروسين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.